تجاهل عشرات الطلاب اليمنيين الدارسين في ماليزيا معاناتهم والصعوبات المالية التي تواجههم، وشاركوا في الاحتفال الذي أقامته جامعة لينكولن الماليزية بمناسبة تخرج الدفعة 14 في مختلف المجالات الطبية والهندسية والاختصاصات الأخرى. وبحضور متميز للطلاب اليمنيين المتفوقين، تم تكريم عدد منهم والذين حصلوا على ترتيبات متقدمة بين أقرانهم من الدول الأخرى. ولم تغب عن المحتفلين الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادهم. وسعيد جدا أنني لبست هذا الروب الجامعي لهذه الجامعة الطيبة، وذكرني لبس هذا الروب بحفلات التخرج التي كانت تقام في بلدي اليمن. هي أوضاع لن تتوقف عند مجرد الحديث عنها، بل تطالهم بصورة يومية وتمس ظروف معيشتهم الصعبة، خصوصا بعد التوجيهات الأخيرة لوزارة المالية التي أعلنت فيها التخلي عن الدارسين بالخارج تدريجية وإيقاف المنح الجديدة. وسبق للدارسين في الجامعات الماليزية أن نظموا الكثير من الاحتجاجات التي تطالب الحكومة بسداد رسومهم الدراسية، ولكن أصواتهم تلك لم تكن مسموعة، خاصة في ظل الأوضاع والمتغيرات الجديدة التي جعلت التعليم آخر الاهتمامات وأول الضحايا.